أما هلأ ليلى وصلنا لآخر مساحاتنا الصباحية، ودائما الشباب هنن الهم الأكبر والشغل الشاغل بكل صباحاتنا. تماما، وقت بدنا نحكي عن الإرادة وعن الطموح دائما لازم نحكي عن الشباب السوري، دائما الإرادة والطموح عندهم. اليوم ضيفنا بالاستوديو المهندس أسامة علي، اختصاص إدارة مشاريع، يعني ما اكتفى بدراسة الهندسة فقط، لا توسع فيها لمجالات ليختص بإدارة المشاريع. منرحب فيك، سعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا على الاستضافه الكريمه على القناه. اهلا وسهلا استاذ اسامه، اليوم نحن فخورين فيك. شباب سوري اليوم ما وقفت عند حد معين، اليوم الصعوبات اللي عم يمرق فيها الشباب السوري ما كان سبب اليوم خلينا نقول لانك تتراجع او ما تكفي بمشوارك، بالعكس كان خلينا نقول صمام امام لك انه يلا خلينا نطلع ونجيب هدول الشهادات. اليوم كثير مهم الخبرات والشهادات الاكاديميه وايضا الخبرات الخاصه. يعني بدايه خلينا نحكي عن ناخذ من تجربتك، تجربة لكل حدا عم يشوفنا اليوم، نحكي عن تجربتك بالشهادات الأكاديمية. طبعا أول شيء الله يعطيكم العافية. بالنسبة للمجال العمل الهندسي لازم يكون يعني حاصل على الخبرة العملية لحتى يندمج بسوق العمل. الخبرة العملية لازم تكون مقرونة أيضا بشهادة أكاديمية لحتى يقدر ينافس حاليا بسوق العمل المفتوح اللي فيها كثير خبرات وكثير فيها يعني طاقات شابة متجددة، خصوصا بالعمل الهندسي اللي بيتطلب دائما مواكبة الأحدث بالبرامج الهندسية ببرامج الإدارة. فهذا الموضوع كان يعني الركيزة الأساسية له هي الشهادة الجامعية، ثم تم اكتساب الخبرة من خلال اندماج بسوق العمل بقطاعات العمل الحكومي وقطاعات العمل الخاص سواء داخل البلد أو خارج البلد. الشهادة الأكاديمية اجت تتويج لهالخبرة الكبيرة لأنه هي اعتراف بالأهلية والكفاءة لحامل هالشهادة هي. طبعا هي حصيلة خبرة طويلة بالعمل وحصيلة اجتياز عدة مراحل أهلت حامل الشهادة هي لحتى يقدر يقدم نفسه كشخص مؤهل وقادر على إضافة قيمة مضافة لأي مؤسسة بيتقدم إلى لشغل فرصة عمل أو لمنصب إداري بتكون الشركة عامة عنه. تمام، يعني حضرتك ذكرت الشهادات والخبرة العملية، بس برأيك أيهم هنون الأهم، سواء الشهادة أم الشهادات خلينا نقول الخبرة العملية؟ هلأ بصراحة الخبرة العملية هون ببلدنا هي ركيزة أساسية، وين حتى أيضا خارج البلد، لكن الخبرة العملية ليست كافية، يجب أن تكون مقرونة بشهادة معترف فيها من هيئة دولية، مثلا مثل الشهادات اللي ممكن هلأ نحكي عنها بشكل تفصيلي. هالهيئة معترف فيها بكل دول العالم، سواء منطقة الخليج العربي أو بدول أوروبا، هي شهادة معترف فيها من هيئة عليا أكاديمية متخصصة بهالمجال هذا. فهي بتعطي حامل الشهادة هي الميزة الأفضل وترجح كفته لشغل فرص. أي منصب تمام، تعطيه الفرصة الأفضل لحتى يحصل على الفرصة من بين عدة منافسين. فالخبرة يجب أن تكون مقرونة بالشهادة، الخبرة غير كافية للأسف هلأ بهالظروف هي. والشهادة أيضا هي المرحلة الأعلى، القيمة المضافة لحتى ترجح كفة أي شخص بالمنافسة الكبيرة هلأ بالوسط المفتوح. ولكن يوم سوق العمل يعني بعض الشركات بتروح للخبرة قبل الشهادة. صحيح. اليوم صحيح. أكيد إحنا ما نعم أكيد الشهادة جدا مهمة، ولكن اليوم بسبب الظروف ظروف الشباب اليوم سوق العمل بحاجة للخبرة أكثر. يعني كلام سليم. خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي مرقت فيها حضرتك بحصولك على الشهادات اللي حصلت عليهم اليوم. ونحن بنعرف الأسباب والمعوقات اللي عم تواجه كل شاب سوري ضمن الظروف الحالية وضمن سنوات الحرب اللي مضت. هلأ للأسف سنوات الحرب انعكست هلأ على الظرف الشخصي لأي شاب بده يحصل على أي شهادة، خلينا نقول من برا البلد، شهادة معترف فيها وإلى وزنها. يعني اول معوق او اول عائق له كان هو الصعوبات المالية. هاي الشهادات عم بيكون تكاليفها المالية كتير عالية، الدفع بيكون فيها بالقطع الأجنبي وعن طريق الدفع الإلكتروني حصرا تحويل مالي،
وللاسف يعني الفجوه الكبيره بين هامش الرواتب اللي عندنا بالبلد هون مع التكاليف الكبيره عم يخلق كثير عجز لدى الشخص اللي بده يتقدم للحصول على الشهاده، فعم يضطر يامن يعني يتكلف تكاليف اخرى واعباء ماليه كثير كبيره، تكاليفها ما انا سهله ابدا، هذا بالنسبه للموضوع المالي. الموضوع الثاني هو موضوع تقني، يعني انا لحتى احصل على الشهاده لازم ادرس الماده العلميه، فالمادة العلمية أيضا محجوبة عن البلد عنا، فعم بضطر أخذها مثلا من مصدر تاني وعم بتكون حصرا باللغة الإنجليزية، فلازم يكون عنده كمان الواحد خبرة كبيرة باللغة الإنجليزية. وبصراحة أنا هذا الشيء كتير أخذ وقت كتير وجهد كتير كبير مني بموضوع الترجمة والدراسة، كونه نحن ناطقين باللغة العربية فدرستها بالعربي وقدمت بالإنجليزي تقدم للامتحانات حصرا باللغة الإنجليزية. العائق الثالث والكبير بصراحة أنه الاضطرار للسفر خارج البلد، هون بالبلد عنا محجوبة أيضا مراكز الامتحانات غير مسموح فيها، ببلدان تانية الواحد من بيته وهو قاعد ببيته بيقدر يقدم امتحان، فبتتخيلي قديش حجم التكاليف الكبيرة اللي تكبتها. كم شهادة هنون أستاذ؟ هني بصراحة أربع شهادات نعددهم هيك تعداد سريع. أول شهادة هي البي أم بي Project Management Professional، إدارة المشاريع الاحترافية، هي من أكبر وأوسع وأعلى الشهادات قيمة بمجال الإدارة الاحترافية للمشاريع وخصوصا العمل الهندسي. طبعا لها كثير وزن نوعي ببلدان اللي بتتبنى هالشهاده. هي الشهاده الثانيه هي ريسك مانجمنت بروفيشنال ار ام بي، اداره المخاطر الاحترافيه، طبعا المخاطر التشغيليه وليست مخاطر العمل الفيزيائي او مخاطر على صحه العاملين، هي بتمثل العمل الاداري مخاطر القرار الاداري وحيثيات السوق المتغيره. نعم. البرنامج الثالث او الشهاده الثالثه هي سكيدجولينج بروفيشنال اللي هي إدارة البرامج الزمنية، وهي من أصعب الشهادات وأكثر دقة، لأنه بصراحة غير أنه كل امتحانات اللغة الإنجليزية كثير دقيقة وعالية القيمة، وبصراحة هامش الخطأ فيها كثير يعني قليل جدا. الشهادة الرابعة هي شهادة الليد أوديتر، طبعا الشهادات الثلاثة هدول كلهم من الجمعية الأمريكية لمدراء المشاريع، أول ثلاث شهادات. الشهادة الرابعة هي الليد أوديتر، شهادة رئيس مدققين دوليين بنظم الآيزو 9001 لجودة العمل الإداري. طبعا هي من الإريكا السجل الدولي للمدققين المعتمدين، مقره أيضا في لندن ببريطانيا، يعني شهادات قيمتها كبيرة لكن للأسف هون بالبلد لا زالت غير يعني متبنات بالشكل الصحيح. نتمنى دائما يعني الشركات اللي عنا تأخذ بها المعايير الدولية المعترف فيها، وهذا الشيء أكيد بيحكمه سوق العمل. يعني هلا دائما فينا نقول ببدايه تاسيس مشروع جديد، بدراسه، ببدايه عمل جديد دائما في صعوبات، لكن لابد من ايجاد حلول للتغلب على هي الصعوبات وخصوصا عند الشباب في مرحله التاسيس. هلا بصراحه الصعوبات اكيد موجوده لكن الحلول تاتي ايضا او تاتي من المستوى الاعلى من الفئه الشابه اللي هي المستوى الاداري بالشركات القطاع الخاص او العام. طبعا الدعم بيصير اما طبعا عم بحكي كمشاريع ناشئه للشباب، بيصير من خلال تقديم الدعم، الدعم هو دعم مالي وقانوني. الدعم المالي بيكون من خلال تقديم قروض بقيم اكبر بتغطي تكاليف المشروع، اضافه لانه تكون ميسره. فهذا الموضوع اكيد له جانب قانوني، نحن بجوز سوق العمل محكوم بعده قيود، فهذا الموضوع الدعم اكيد هو الاساس. الشيء الثاني توفير فرص العمل للكفاءات اللي ما بدها تخوض عمل يعني تخوض غمار تجربه العمل الخاص، ففرصه العمل ايضا براتب لائق بفرصه بميزات جيده كمان ايضا هو ممكن يكون نوع من الدعم. وبصراحه للاسف نحن ايضا كمان عندنا يعني محكومين بقيود خارجيه، هذا الشيء عم يخلق معوقات، وللاسف عم يصير فيه كثير نزيف للخبرات سواء العلميه او المهنيه او الفنيه خارج البلد، وهذا الشيء عن جد بحز بالناس كثير. تماما. طيب استاذ اليوم خلينا هيك نستفيد من الشهادات اللي حضرتك حصلت عليها ونستفيد من خبرتك وعلى الارض بالعمل. اليوم نحن بواقع الشاب السوري غير قادر على انشاء المشروع، خلينا نقول اللي بيحلم فيه اليوم عم يروح للمشروع يلي عم يامن قوت يومه. نعم. احيانا يعني وعم يتعب ليقدر يحصل على هذا المشروع. اليوم من خلال تجربتك اذا بدك توجه نصيحه للشباب السوري بالاعتماد على بعض النقاط اللي ممكن يقدروا من خلالها ياسسوا اي مشروع حتى لو كان هو مجرد انه يامن مصروفه الشهري. نعم.
هلا بصراحة نحن سوق العمل عندنا هلا بالفترة الحالية أو خلال سنوات الأزمة عم تمس الحاجات اليومية للأفراد، فأي مشروع قولا واحدا بده قبل ما يفوت فيه أي شخص بده دراسة صحيحة، بده دراسة للبيئة اللي بتحضن المشروع، دراسة جدوى اقتصادية أيضا لحاجة أو للمفاضلة بين المشاريع الأكثر قيمة وعائد مادي سريع. بدها بصراحة تمويل يعني لائق بالمشروع مشان ما يوقع بالعجز المالي أو الفجوة المالية الناتجة عن غرامات تأخير مثلا، عم بحكي كمشاريع صغيرة أيضا. الشيء الثالث بده بصراحة يعني الكفاءات. الكفاءة هي يعني أنت بدك تعمل مشروع بدك كفاءات، سواء أيدي عاملة خبيرة أو مثلا كادر إداري أو كادر تشغيلي، فهدول الكوادر ايضا بدك تنتقيها بعنايه شديده، ما يفوت بتجربه اشخاص، يعني الانتقاء الصحيح هو الاساس باختصار يعني. والدعم ما يكون عنده ابدا، واذا كان في دعم هو يعني هو اهم اساسات نجاح اي مشروع. نعم. ولكن احنا استاذ وقت نركز على كلمه الظروف الحاليه، نحن نعم. عم نروح لاقل الامكانيات الموجوده بحياتنا يعني. نعم. توظيف الامكانات بالمكان الصحيح. وين بتوظف يعني؟ وقت بتقلي انه وظفي امكانياتك بالمكان الصح، معلش خلينا هيك نضوي على هاي الفكره. نعم. يعني كرمال يعني انا مثلا كمشروع هندسي، خليني احكي بمجالي الهندسي، انا معي مثلا ولنفرض 100 مليون، هل 100 مليون قولا واحدا ما فيني اخذ فيها بناء سكني او برج سكني، ممكن اخذ فيها مشروع اكساء مثلا شقه شقتين بالبدايه، بس يصير في عندي عائد مالي اكبر ممكن اخذ مشروع بناء هيكل، بعدين ممكن تتطور اذا كان توفر القروض توفر الدعم المالي المشاركه للاطراف الاخرى، لكن ما يفوت الواحد بمشروع اكبر من امكاناته، يعني اقصد الدراسه الصحيحه والمتانيه لظروف العمل ومفردات المشروع قبل الخوض فيه. هاي هي بكل اختصار. تمام. يعني استاذ اسامه خلينا نرجع نركز شوي على خبرتك وعلى تجربتك، يعني بين ان حضرتك مهندس مدني وخضت. نعم. اداره المشاريع، خلينا. نعم. نحكي هيك والشباب يعني يستفيدوا من هي التجربه. يخلي لي اياكي. هلا انا بالبدايه تخرجت من عام 2006، خضت تجربه العمل الهندسي كونه يعني شهادتي هندسيه بمؤسسات الدوله واكتسبت خبره جيده فيها، ثم انتقلت للعمل الخاص ايضا بشركات خاصه سواء داخل البلد او خارج البلد. هذا الشيء بصراحه بيعطي الشخص ثقه ويعني بيشحنه بطاقه قادر على انه يخوض فيها مثلا تجربه عمل اخرى بوسط متخصص اكبر او بشركه اعلى. فهذا الموضوع بصراحة يعني راكم الخبرات وعطى قدرة على اتخاذ القرار الإداري. انتقلت من مهندس تنفيذ، تدرجت طبعا التدرج بالخبرة أو تدرج بشغل المناصب المتاحة هو الصح، ما يحصر حاله الواحد بمجال معين. تمام. وصولا للمستوى الإداري أو مستوى مدير مشروع أو مدير مشاريع، فهذا الموضوع ما هو إلا يعني نتاج خبرة طويلة وتجربة. تمام. عملية كبيرة، ولحتى الواحد يخوض هذا الموضوع قولا واحدا بده ينخرط بسوق العمل والتجربه العمليه مثل ما قلنا بالبدايه هي الاساس، وايضا يحرص على مواكبه الشيء يعني المتسارع، تطور متسارع بالبلد سواء بالبرامج الهندسيه سواء باللغه. نحن للاسف عندنا هون عامل اللغه يعني شوي عامل كثير استاذ كثير يضعف فرصه الشباب السوري كونه المنافسة شديدة من الدول الأخرى إذا بنحكي كفرصة عمل بشركة خارجية. اللغة هي معيار كتير كبير وهام جدا، ممكن تكون توازي قيمة الشهادة اللي انت حاصل عليها أو أي شهادة أكاديمية حاصل عليها. فالخبرة العملية، اللغة طبعا، الخبرة العملية الناتجة عن تدرج بالمناصب، تدرج بالشواغل اللي شغل الواحد، التنوع بالعمل، ليس فقط مثلا مهندس تنفيذ أو مهندس إكساء، بده يشتغل بكل النواحي لحتى يكون فكرة أشمل عن المشروع، إضافة لموضوع الشهادات واللغة هي العامل الأساس. ما يكون عنده أي واحد يعني الشباب حصرا بهالفترة ما يصيبه الإحباط. الإحباط هو عامل عن جد مدمر لأي شخص ببداية حياته، فيحرص دائما انه يتقدم ولو بخطوه ضئيله توازي امكاناته سواء الماليه او ظرفه الحالي او امكاناته الماديه.
وباختصار يعني الإرادة والطموح هو المحرك الأساسي. أكيد ذكرت موضوع اللغة وهو جدا نقطة جدا مهمة، وكثير عم نشوف كثير من الشباب السوري حتى بعد سفرهم هنون ما راحوا للعمل فورا، راحوا لتعلم اللغة. نعم. فاليوم كثير مهم يعني التأسيس قبل أي خطوة بمشروع جديد. صحيح. طيب أستاذ أسامة، خلينا نحكي اليوم الأشخاص اليوم المقادرين لاكتساب الشهادات اللي بتقوي خبرتهم وعم يخوضوا بمجال الخبرة العملية أكثر. نعم. في كورسات اليوم ممكن تقوي المهارات عندهم؟ صح. هلأ الكورسات بتتنوع حسب المجال، وللأسف الكورسات كلياتها هون بالبلد هي كورسات مأجورة وبتكاليف ممكن تكون مرهقة ماليا أكثر من الشهادة نفسها، يعني بصراحة أكثر من العائد المادي اللي عم ياخده بالشهر. فبصراحة أنا رح أحكي عن تجربتي الشخصية، أنا ما يعني ما اتبعت أي كورس، اتبعت الأسلوب التعلم الذاتي. صحيح طولت، يعني بياخد وجهد كبير، بياخد يعني تعلم الذاتي، بنقصد خوض التجارب. خوض التجارب وأيضا اكتساب اللغة. نعم. اكتساب اللغة لأنه التكاليف مرهقة جدا، وللأسف عنا هلا بالوقت الحالي فجوه ماليه كبيره بين الراتب او يعني الدخل المادي. فهذا الكلام بصراحه عم يخلق فجوه كبيره. ضروري كثير الواحد يكتسب لغه، لانه نحن وقت بيطلع اي حدا لبرا من دون لغه هو شخص عذرا بالكلمه امي واعمى، اعمى تماما، غير قادر ابدا على خوض المنافسه. يعني على مستوى الدول المجاوره ليست فقط بالمجال العملي أو مجال الحياة العملية أو المشروع أو الوظيفة، بالحياة اليومية صارت مفردات كلياتها مفردات أجنبية. تمام. ونحن نظام تعليمنا هو نظام بصراحة قائم على اللغة العربية، فلازم نوعا ما يكون الواحد، ما رح نقول تحديث البرامج والقصص لأنه هي خطة أكبر بكثير من الفرد نفسه، فما له غير يتعلم بنفسه، يعتمد على نفسه. بجوز النت اليوم السوشيال ميديا مجال مفتوح. صحيح. جدا اليوم صحيح. لتعليم كورسات اللغة. نعم. اليوم بجوز حضرتك كمهندس ممكن تطلع محاضرة أونلاين اليوم تعطي خبرتك صحيح. للشباب اليوم. نعم. أنت أيضا مسؤول عن هدول الشباب، يعني تعطي، يعني دائما أي شخص بيوصل لأي مرحلة في نوع من الواجب ورد الجميل لمجتمعه أو للبيئة المحيطة فيه. لازم يقدر يساعد. أو لازم يساعد في حال أنه يعني كان قادر على المساعدة. المساعدة فعلا هي بتكون من خلال تقديم يعني الدعم الفني، الدعم العلمي لأي شخص بيطلبه. وإن شاء الله يعني ما رح نقصر لا أنا ولا أي حدا تاني ممكن حاصل على أي مجال بهالخبرة هي يقدم لأي شخص ممكن يكون جديد. تمام. بسوق العمل. يعني حضرتك بتنصح بالتعلم الذاتي وخصوصا اللغه مثل ما ذكرت؟ ما قلنا غير التعلم الذاتي. صراحه التعلم الذاتي هو وسيله كثير سريعه، وهلا التطبيقات على النت كلها بتشجع للتعلم الذاتي وبتعطيك هامش خبره بالوقت، بيتعلم امتى بده الواحد بيكرر بيعيد ومن بيته، ما مضطر يروح على مكان المعهد او يعني في تكاليف كبيره. تمام. غير تكاليف الكورس، يعني هلا تكاليف النقل والمواصلات بحد ذاتها يعني مشكله. ايه والله، يعني بده التعلم الذاتي هو الحل، هو الحل الانسب لحتى الواحد يخوض هالتجربه هي ويتقدم فيها. تمام. طيب استاذ، من خلال تجربتك خلينا نضوي على اهم نقطه اليوم الشباب عم يقعوا فيها لتكون سبب في بفشل اي مشروع عم يشتغلوا بحياتهم، كان على منقول المستوى العالي، على مستوى الشخصي، تامين المعيشه الشهريه. نعم. في اخطاء عم تكون مبينه، يعني حضرتك من خلال تجربتك عم تقدر تقول انه نحن الشباب السوري عم يقع بنفس الخطا دائما. صح. الاستعجال يمكن. نعم. اول شيء التاني بدراسه اي مشروع. كلمه دراسه المشروع تبدا بدراسه الجدوى الاقتصادية بين المشاريع المتاحة اللي ممكن الواحد يخوض فيها ويقول أنا قادر أقدم شيء أو قادر حقق عائد مادي وكسب سريع من خلال هالمشاريع، فبدو يفاضل بين المشاريع المتاحة. هي أول نقطة. النقطة الثانية، ولنفرض أنا وقع اختياري على مشروع، بدي أدرس ملفات المشروع من ناحية العقد، الشروط الفنية، المواصفات، مدة العقد، القيمة التقديرية، هامش تفاوت سعر الصرف. لأنه للأسف المواد الأولية بالبلد عندنا يعني في منا إنتاج محلي والأغلب هو استيراد. فلما بقدم على مشروع ما بيكون فيه تغطية مالية أو هامش أمان مالي لسد العجز بوقع بالغرامات والتأخير.
فما بده تأني جدا شديد وما يفوت بمشاريع طويلة الأمد. يعني عم ابدا انه مشاريع متوسطه وصغيره تماما نقول. مشاريع متوسطه وصغيره نفوت فيها ونحقق الكسب السريع اللي بيتناسب ايضا مع الكتله الماليه الموجوده. يعني بعنوان استاذ فينا نقول اليوم التأني هو ممكن يكون سبب نجاح الشباب اسير باختيار المشروع الصح. صح، التأني والدراسه الدقيقه وبيئه المشروع ايضا بده يشوف الواحد يدرس حاجه المشروع، حاجه المجتمع لهالمشروع. لكن في أشخاص يمكن بيقولوا نحن عملنا مشروع كامل المواصفات كامل المقومات وأحياناً بيصير عندهم عقبة بتخلي هذا المشروع بمكان ما أنه فشل، هون شو بيكون السبب؟ هلا هون شروط العقد بين الجهة المتعاقدة والجهة المالكة، يعني العقد شريعة المتعاقدين مثل ما بيقولوا. أحياناً واحد بيخلص المشروع بمواصفات عالية لكن أثناء الاستلام بيصير في شوية معوقات إدارية مثلا ناتجة عن مثلا رغبات كان موجودة بالمشروع أو رغبات مستجدة أيضا بالمشروع كون الجهة المالكة هي اليد العليا بالمشروع بدي هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع بدنا نشوف انعكاساته على مدة المشروع، على كلفة المشروع، على الجدول الزمني للمشروع. فإذا دائما ما كان في عنده الواحد كادر إداري قادر يواكب هذا الموضوع كمستثمر أنا عم بحكيك أو كجهة منفذة ويقدر يقدم المطالبات المالية والقانونية مالية وزمنية، طبعا هي مطالبات قانونية، بصراحة بده يوقع بالعجز أو بالفشل بعدم تحقيق الغاية المرجوة من المشروع. فالدراسة الصحيحة أيضا المتأنية، كتابة شروط العقد بشكل صحيح، المعرفة مواصفات المشروع ونطاق المشروع بشكل صحيح، وهذا اللي بسموه يعني مجال العمل أو التوصيف الدقيق لمجال العمل. نعم أستاذ أسامة، بنهاية لقائنا اليوم خلينا بعنوان نلخص حلقة اليوم ما بين المشاريع الذاتية وسوق العمل والخبرات الشهادات اللي بتعطي البني آدم إضافة تانية بحياته، شو ممكن تلخص عنوان؟ يعني بصراحة أنا من خلال التجربة بهالمجال هذا وخصوصا بسوق العمل المحلي، يعني يجب عدم الوقوع يعني بفخ اليأس. أكيد الظروف صعبة كتير بالبلد عنا، هذا الموضوع يجب أن يتم التغلب عليه إما ذاتيا أو من خلال الشركات اللي بتخلق فرص عمل أكبر. لازم الواحد يكون عنده يعني الرغبة والقدرة على التعلم وتطوير الذات، لأنه بصراحة يعني من لا يتقدم يتقادم. صحيح. والسوق العمل الماشي ما بيرحم حدا، فلازم المنافسة تكون على أشدها، الإرادة تكون موجودة إن شاء الله، تطوير النفس واستغلال الفرصة المتاحة، وأهم شيء تحسين بالظروف الحالية إن شاء الله. هذا الحكي يعني كلنا بنأمله، بنراهن عليه. نحن اليوم رهاننا على شباب بكرة. نعم. يعني في نزيف كتير كبير من الخبرات عنا من البلد لخارج البلد، كله عم يطمح لتحسين ظروفه الذاتية، وهذا حقه اليوم حق أي حدا. ما فينا نلوم أي حدا. صحيح. لأنه بصراحة ظروف المعيشة عنا بالبلد شوي صعبة، فالكل عم يطمح انه يعني يتغلب عليها ولو فرصة عمل خارجي ان شاء الله. شكرا كثير لحضورك اليوم المهندس أسامة علي، انبسطنا بوجودك اليوم، مثال للشاب السوري المجتهد والمتحدي للظروف اللي كانت موجوده بالبلد. شكرا لك وهيك مبروك شهاداتك. شكرا شكرا كثير لك استاذ اسامه، اكيد انت مثال الاراده والطموح، ودائما هي الظروف الصعبه هي اللي بتخلينا دائما نتحدى ونعمل من شيء، نصنع شيء. اكيد دائماً املنا بالبلد ان شاء الله وبجميع الكوادر الموجوده فيه. شكرا كثير لك. يا رب الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا.